والسلام. ومع أذان صلاة المغرب لهذا اليوم السابع من شهر هانيبال 1100 مسيحي، قصف عدوان الناتو الصليب الاستعماري المقر الإداري لشعبية المرقب بمدينة الخمس، مما تسبب في إصابة العديد من المواطنين إصابات بالغة. كما قصف الناتو الصليبي صباح اليوم مواقع مدنية بشعبية الوفاق بمدينة تيجي، حيث قصف المعهد الصحي ومباني تحت الإنجاز بمنطقة الرويس، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين. واحد شنو عنده بيقول هاي مستر رزقوا منا، هذا سوق خضره جوا خصبوا عادي، يقول لك حمايه مدنيين. الوين حمايه المدنيين؟ بالله شنو جايب معسكر؟ شنو جايب رسامكم؟ شوف بالله يقول لك حمايه مدنيين ومش عارف شنو، يضروا حتى حياشه من الجهه هذيك ومحلات حتى يضروا حتى هنا، حتى هو في عيلة تضروا. انا علاش بالله يعني الآن هذيك التمر اللي بتاعت الناس هاي. Thank you.
الله أكبر فوق كيد المعتدين. تتواصل